يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الإبليبسي. الإبليبسي هو نيورولوجيكال ديس أوردر بتضمن abnormal behaviors زي إنه يكون عند المريض seizures، تمام، وممكن مرات يكون معه loss of awareness. هلأ في عنا فرق بين الإبليبسي المرض والسيجر اللي هي نوبة الصرع اللي بتكون عارضة. أنت بنحكي إنه المريض عنده إبيليبسي، يعني عنده المرض مش عنده مجرد نوبة عارضة. لما تصير معه two unprovoked seizures بيناتهم أكثر من 24 ساعة، هون بنحكي إنه عنده المرض وعنده إبيليبسي. لما تصيبه سيجر واحدة unprovoked ونحسب له probability إنه يصير عنده next seizure خلال العشر سنين التانيين وتكون أكثر من 60%، هون بنحكي إنه المريض عنده ال disease مش ال مش مجرد نوبة عارضة، تمام، عشان ال probability إنها تصير مرة تانية أكثر من 60%. برضه ال epilepsy syndrome هو إنه يصير معه سيجر زائد يكون معه عنده مجموعة من الأعراض، برضه هذا نحكي عنه إنه إبيليبسي. هلأ مش مطلوب منكم تعرفوا إيش هو الإبيليبسي سيندروم أو تعرفوا كيف تنحسب البروبابيليتي، وأصلا هاي السلايد هي للمعرفة، يعني عشان تميز بين الإبيليبسي والسيجر. بس ما بيجيك سؤال والله عرف لي الإبيليبسي أو عرف لي السيجر، بس إذا أجت هاي الكلمة خلال السؤال لازم تكون فاهم شو معناها، تمام؟ تمام. برضو الإبيديميولوجي ما بيجي عليه أسئلة. الإتيولوجي كتير مهم. الإتيولوجي هو للإبيليبسي أو للسيجرز 80% منهم unknown إتيولوجي، بيضل 20% سببها هيد تروما أو ستروك أو برين تيومرز أو سي ان اس انفكشن أو نيورو ديجنريتيف ديزيز. برضو هاي السلايد كثير مهمة. عندنا الدراجز اللي بيعملوا سيجرز هم الترامادول، البوبروبيون، الثيوفيلين، بعض الانتي ديبريسنت والانتي سايكوتكس، الأمفيتامينز، الكوكايين، الإيميبينم، الليثيوم، الإكسسيف دوزز أوف بنسلين وسيفالوسبورين، السيمباثومغنيتكس أو الستيمولانس، تمام؟ لاحظوا إنه أغلبهم أدوية النيوروسايك إلا تيوفيلين، إلا الإيميبينم، إلا الإكسسيف دوزز أوف بنسلين وسيفالوسبورين، تمام؟ أكثر واحد مميز بين هدول هو الإيميبينم. الإيميبينم هو أنتيبيوتيك يستعمل أكثر إشي بالمستشفيات، تمام. فمعلومة إنه بيعمل سيجر كتير مهمة عشان ما نعطيه لأي مريض عنده ريسك أوف سيجر، تمام. نحاول نتجنب نعطيه لأي مريض عنده ريسك أوف سيجر، تمام. وهاي المعلومة احتمال إنها تيجي بالامتحان، تمام. برضه هون في الانتيبيوتيك البنسلين والسيفالوسبورين انه برضه ممكن يعملوا سيجرز بس ات اكسسيف دوزز، يعني اعلى من التريتمنت دوز، تمام. وبالوضع الطبيعي المريض مش عم باخذ اكسسيف دوزز، عم باخذ بس الدوز تبعت التريتمنت. فهاي المعلومه مش كتير مميزه زي معلومه الامبنم، تمام. عندنا الثيوفيلين برضه ممكن يعمل سيجر. إذا تتذكروا الثيوفيلين حكينا عنه بالآزمة، إنه هو last choice، بطلنا كتير نستخدمه لأنه بيعمل كتير drug-drug interaction ولأنه بيعمل سيجرز، تمام. فإحنا الثيوفيلين last choice بالعادة ما بنستخدمه long term، ممكن نستخدمه short term ببعض الحالات، بس بضل الإيميبينم هو أكثر معلومة مميزة بهاي السلايد واحتمال يجي السؤال عليها. تمام. بس في السيرجي ما بجيب لكم سؤال عليها، بس هو عشان تفهموا انه بكون احنا عندنا بالبرين المفروض في بالانس بين الاكسايتيشن والانهبيشن. مجرد ما يخرب هذا البالانس
ويزيد الاكسايتيشن يقل الانهبيشن بصير عندنا نوبة السيجر. تمام، كيف بنعمل كلاسيفيكيشن للسيجر؟ بناء على معلومتين، نعمل اي اي جي للمريض اللي هو تخطيط الدماغ، زائد بناخد السيمتومز، وعلى هاي الاساس بنعمل كلاسيفيكيشن للسيجر. تمام، بصير عندنا نوعين من السيجر، اول واحد الجنرالايزد، ثاني واحد الفوكال. الجنرالايزد سيجر الفكره منه انه الابنورمال اكتيفيتي بالبرين بتكون جاي من الانتير سيريبرال كورتكس، من كل السيريبرال كورتكس، تمام، من كل برين، من البداية، من بداية الأنست تبعتها هي جاي من الـ entire cortex of brain. أنواعها motor و non-motor. الموتر هو اللي بتضمن involuntary muscle activity، حركات لا إرادية، والـ non-motor ما بتضمن involuntary muscle activity. في عندنا الـ focal seizure. الـ focal seizure بتبدأ الـ abnormal activity بالبرين localized area. صحيح انه ممكن بعدين يصير لها سبريد لباقي البرين، بس الفكره انها بتبدا لوكالايزد اريا. تمام، بنصنفها لاوير وامبيرد اويرنس، يعني خلال السيجر ممكن المريض يفقد الوعي وممكن لا. بنصنفها لموتر ونن موتر، يعني الموتر مثلا يعني انها راح تتضمن حركات لا اراديه. هذا الجدول بعيد كل اللي حكيناه. احنا عندنا فوكال وجنرالايزد. الفوكال ممكن يكون اوير او امبيرد اويرنس، الاوير ممكن يكون موتر ونن موتر. الموتر في منه انواع ايتونيك كلونيك وغيره مايوكلونيك. هدول اذا بدكم تعرفوا الفرق بيناتهم دوروا عليهم على اليوتيوب، كل واحد بيكون له طريقه معينه المريض بكون عنده مثلا حركات معينة بعملها أو غيره. عندنا بالجنرالايزد عندنا النون موتر هو الأبسنس سيجر. الأبسنس سيجر كتير مميز واحتمال كتير كبير يجي بالامتحان. الأبسنس سيجر هو إنه المريض فجأة يسيبه زي صفنة، بطل حاسس باللي حواليه وبس. الأبسنس زي ما حكيت لكم إنه كتير مميز ممكن يجي عليه بالامتحان. تمام، مرضى السيجرز أو مرضى الإبيليبسي بكون بيعانوا من ساين أند سيمبتومز مع السيجرز. ممكن يسيبهم blanking out spells, lapses in memory, periods of altered consciousness. ممكن يصيبهم warnings أو auras قبل نوبة الصرع، يعني يصير لهم إشي معين ينبههم إنه هلأ رح تصير معهم نوبة صرع. هذا الإشي ممكن يكون sensation معين أو movement معين. بكون عندهم داي دريمينج، بكون عندهم جيركس، شولدر شراكس، سدن شيلز اوف سباين، بكون عندهم فولينج اوت، احتمال انهم يوقعوا عالي خاصه خلال السيجر. كمان ممكن يصير معهم خلال النوبه انكونتيننس، تانج بايتنج، تروماتيك انجري، مثلا اذا وقعوا من مكان عالي او خبطوا بإشي خلال السيجر ممكن يصير عندهم تروماتيك انجري. Diagnosis ما بنجيب لكم عليها سؤال، بس للمعرفة. احنا للدايجنوسيس بناخد الـ EEG، تمام، بناخد MRI، CBC، Liver Function Test وغيره. هلأ ليش بناخد إشي بعيد عن النيورو مثلا زي الـ CBC؟ بناخده عشان مثلا نشوف إشي زي الـ White Blood Cells. إذا ارتفع بكون عند المريض Infection، وإحنا حكينا إنه CNS Infection ممكن يعمل سيجر. ومجرد ما يشوفوا الوايت بلاد سيلز مرتفعين بصيروا يعملوا فردر انفستيجيشن عشان يعرفوا اذا عند المريض سي ان اس انفكشن. الام ار اي برضه باخدوها، بدهم يشوفوا اذا عند المريض اي تروماتيك انجري او اي ستروك. برضه ليفر فانكشن تيست او الليفت باخدوها. في عندنا انواع اضافيه من الاي اي جي، عندنا prolonged EEG اللي هو بيستمر أكثر من 20 دقيقة،
وعندنا ال 24 hour EEG monitoring. التريتمنت احنا الجول تبعنا انه المريض يكون عنده elimination of all seizures، نتخلص من كل السيجرز بدون اي سايد افكت. للأسف بس 30-50% من الباشنتس بوصلوا لهذا الجول، الباقيين إما ما بوصلوا لإنهم يعملوا إليمينات لكل السيجرز وتضل في سيجرز تصيبهم حتى لو أقل من قبل، أو إنه بتصيبهم سايد إفكت من الأدوية. نون فارماكولوجيكال تريتمنت، بعض المرضى ممكن يدفع معهم إنه نعمل سيرجري، وأشهر سيرجري هي التيمبورال لابوكتومي. الفيجل نيرف ستيميوليشن ممكن ينفع ببعض المرضى، وبعض المرضى ممكن نجرب معهم دايتري موديفيكيشن زي الكيتوجينيك دايت. بنختار الانتي ابيليبتيك دراج على حسب شو نوع الابيليبس اللي بيعاني منها المريض. فاذا بيعاني من جنرالايزد موتر، فأحسن إشي إله الكاربامازيبين، الأوكسيكاربازيبين، الفينوباربيتال، الفينيتون، التوبريمات والفالوبرويت، اللاموتريجين والليفيترايسيتام. إذا بيعاني من فوكال إن كان موتر أو نون موتر، نعطيه كاربامازيبين أو أوكسيكاربازيبين، لاموتريجين أو ليفيترايسيتام، فينيتون أو فينوباربيتال، توبريمات أو فالوبرويت، أو الجابابنتين. لاحظوا إنه الجابابنتين حكيناهم بس ما حكيناه بالجنرالايز. عندنا الأبسنس سيجر، وقلت لكم هي أكتر واحدة مميزة، نعطيه أحسن إشي الإيثوسكسامايد. لاحظوا إنه الإيثوسكسامايد ما استعملناه بأنواع السيجرز الثانية، لا استعملناه بجنرالايز ولا بفوكال، استعملناه بس بالأبسنس، تمام؟ فهو مميز للأبسنس، تمام؟ قلت لكم الأبسنس مهمة ممكن تيجي بالامتحان. اوكي، هون بيعيدوا لكم نفس المعلومة، الابسنس سيجر احسن اشي الها الايثوسكسامايد، تمام؟ اذا مريض عنده ابسنس سيجر مش لازم نعطيه لا كاربامازيبين ولا اوكسيكاربازيبين ولا جابابنتين ولا تايجابين ولا بريجابالين، لانهم بيعملوا ورسنينج للسيجر. فهي ممكن تيجي سؤال انه مريض عنده ابسنس سيجر، ايش بدك تعطيه من هدول؟ كاربامازيبين، اوكسيكاربازيبين، بريجابالين ولا ايتوسكسامايد؟ الجواب هو ايتوسكسامايد. مريض تاني برضه بالمايوكلونيك سيجر، ما بنعطي لا كاربامازيبين ولا اوكسيكاربازيبين ولا جابابنتين ولا تايجابين ولا بريجابالين، لانهم بيعملوا ورسنينج للسيجر بهذا النوع من السيجر. فاذا جبت لكم سؤال واحد عنده مايوكلونيك سيجر، تمام، ايش بدك تعطيه من هدول؟ كاربامازيبين او اوكسيكاربازيبين ولا بريجابالين ولا مثلا لاموتريجين؟ الجواب هو لاموتريجين، لانه بدنا نعطيه اي اشي غير هدول. تمام، الانتي ابيليبتيك دراج ما بنبدا بدوز عالي من البدايه، لا بنبدا بدوز قليله ونعمل له تايتريشن لحد ما نوصل للدوز المودريت، تمام؟ عند المودريت دوز بنشوف هل السيجر راحت او لا، اذا ما راحت بنعمل انكريز جراديولي للدوز لحد ما يصير المريض سيجر فري او تظهر السايد افكت. عندنا نوع من السيجر اللي هو refractory seizures، اللي هو جربنا معه 2 monotherapy وما زبط، فاضطرينا نستخدم له combination. الكومباينيشن بينفع كل الانتي ابيليبتيك دراجز يستخدموا ككومباينيشن الا الايثوسكسامايد. اذا كان عندنا elderly رح نبدا معه بدوز lower than الادلتس، ورح نعمل تايتريت مور سلولي. تمام، السايد افكت للانتي ابيليبتيك دراجز
متنوعة. أول نوع من السايد افكت هو الكونسنتريشن ديبندنت. شو يعني الكونسنتريشن ديبندنت؟ يعني إذا زدنا الدوز بتظهر هاي السايد افكت، وإذا قللنا الدوز بتروح هاي السايد افكت. من هاي السايد افكت اللي هو السيداشن الاتاكسيا دبلوبا، تمام؟ فمثلا إذا جبت لكم مريض كان عم باخذ دواء معين وصار معه سيداشن، إيش الحل؟ تريديوس الدوز ولا to discontinue ال drug؟ الحل هو إنه to reduce the dose مش discontinue، تمام؟ كمان سؤال ممكن يجي هون، بعض المرضى مثلا ممكن يكونوا بحتاج بيشتغلوا شغل بحتاج mental alertness، فبدنا نعطيه دواء anti epileptic least likely إنه يسوي sedation، زي ايش؟ زي اللاموتريجين والليفيترايزيستان. برضو هاي ممكن تيجي سؤال. تمام، ان الايديوسينكاتريك سايد افكت هي اللي بتصير بغض النظر عن الدوز، تمام؟ مثال عليها الراش، سيفير سكن رياكشن، سيفير هيباتيك رياكشن، سيفير هيماتولوجيك رياكشن. مجرد ما دواء مثلا يعمل هذه السايد افكت بدنا نعمل له دي سي. فاذا جبت لكم سؤال انه مريض مثلا كان باخذ كاربامازيبين وعمل له سيفير سكن رياكشن، شو لازم نعمل بهذا الدواء؟ نقلل الدوز ولا نعمل له ديسكونتينيو؟ الصح انه نعمل discontinue. مجرد ما يصير اي من هاي السايد افكت رح نعمل discontinue للدرس. من الادوية اللي بتعمل هاي السايد افكت عندنا الكاربوميزيبين، الفينيتوين، فينوبربيتال، فالوبرويت، اللاموتريجين، الاوكزاكاربوزيبين، والفيلبيمات. اذا واحد منهم عمل نحاول ما نعطي الباقيين عشانهم رح يكونوا برضه بيعملوا نفس السايد افكت. ليش؟ لأنه بناتهم كروس رياكتيفيتي. إذا جبت لكم سؤال، واحد كان عم باخذ فينيتون وصار عنده سيفير سكن رياكشن، تمام؟ إيش من هدول بقدر أعطيه؟ فينوبربيتال، فالوبرويت، لاموتريجين، ولا مثلا ليفيترايسيتام؟ الحل هو ليفيترايسيتام، لأنه كل هدول مجرد ما واحد منهم يعمل سكن رياكشن أو هيماتولوجيك رياكشن أو هيباتيك رياكشن، كل هدول بدنا نتجنب استعمالهم. في عنا الكرونيك سايد افكت هي اللي بتيجي بسبب الاستعمال الطويل للأدوية، مثال عليها النيوروباثي والسيربرال أتروفي والويت جين. بعض الأدوية ممكن تعمل ويت جين، كل ما استعملها المريض أكتر كل ما صار معه ويت جين أكتر. في عنا الأستيوبوروسيس، الأستيوبوروسيس بتصير مع الكاربامازيبين، فينيتون، فينوبربيتال، أوكزاكاربازيبين إذا استعملناهم لمدة أكثر من 6 شهور. فعشان هيك إذا استعملناهم لهاي المدة لازم ناخد معهم كالسيوم وفيتامين دي. فمثلا إذا جبت لكم إنه مريض عم باخد فينيتون لأسبوعين مثلا، هل بحتاج كالسيوم وفيتامين دي؟ لا. ليش؟ لأنه لازم ناخده ل6 شهور. طيب إذا جبت لكم إنه مريض عم باخد لاموتريجين مثلا، هل بحتاج ياخذ معه كالسيوم وفيتامين دي؟ لا، لانه بس الكاربامازيبين والفينيتون والفينوبربيتال والاوكساكاربازيبين هم اللي بيعملوا هم اللي بيحتاجوا كالسيوم وفيتامين دي، اما غيرهم لا. اي واحد احنا خايفين عليه من الاوستيوبوروسيس رح نعمل له مونيتور كل 2 سنين.
تمام. إذا حدا عنده هيدك زائد إبيلبسي، أحسن أدوية إله الفالبرويت والتبرمات، وأسوأ أدوية إله اللاميتروجين والفيلبيمات. على فرض إنه مريض إله 5 سنين عنده إبيلبسي، وهو كنترول ممتاز على اللاميتروجين، تمام؟ وأجا قال لك إنه أنا عندي هيدك، إذا هو كنترول الإبيليبسي تبعه كنترول، ما توقف اللاماتروجين عشان تعطي فالبرويت بس عشان المريض عنده هيدك. الهيدك بيتعالج، بنعطيه باراسيتامول، ايبوبروفين وغيره، تمام. اما اذا مريض جديد جاي عندك هلا تشخص وعنده هيدك، بتعطيه فالبرويت او توبرامات، بتجربهم اول إشي بعدين تنتقل للخيارات الثانيه. مريض اللي عنده ديبريشن، أحسن أدوية إله اللاماتروجين والكاربامازيبين والأوكسيكاربازيبين، ونعطيه أنتي ديبريسنت، ما بيعمل سايد إفكت سيجر، تمام. أجين إذا عندنا مريض إله زمان عنده إبيليبسي وأعطيناه مثلا دواء غير هدول وكان كنترولد، تمام، يعني أعطيناه مثلا بريجابالين وكان كنترولد عليه، وأجا لعندك عنده ديبريشن، ما بتوقف البريجابالين بتعطيها دواء؟ لا خلص، احنا ما صدقنا يصير كنترول للإبيليبسي، بنعالج الديبريشن لحاله، تمام. اما اذا مريض جديد فيفضل انك تبدا معه بهاي الادويه. سويتشنج دراجز، لما يكون مريض ماشي على دواء مثلا ايه وهذا الدواء مش افكتيف بالمره، تمام، لسه المريض بيصير معه كتير سيجرز وهيك، اوكي، فبدنا نغير هذا الدواء ونعطيه دواء بي. هل الصح انه نوقف ايه فجأة ونعطي بي دغري؟ لا، شو بنعمل؟ بنخلي ايه ونبدأ نعطي بي، نعطي بي بجرعة قليلة، نبدأ نرفعها بالتدريج لما نوصل ببي للمينيمال افكتيف دوز. لما نوصل ببي للمينيمال افكتيف دوز، تمام، هون بنبدا نقلل جرعه A، نقللها بالتدريج لحد ما نوقف A ونخلي بي. بننبه المريض خلال هاي الفتره، فتره الانتقال من دواء لدواء، ممكن يزيد عنده السيجرز ويزيد عنده السايد افكت. ستوبينج ثيرابي، هل معقول مريض الإبيليبسي في يوم من الأيام ما يحتاج أدويته؟ ممكن، إذا كان بيعاني من single type of seizure، يعني لما تصيبه seizures بتصيبه دائما نفس النوع، يعني دائما absence أو دائما generalized أو دائما partial، مش المريض اللي عنده مصاب بكل أنواع seizures مع بعض، مرة generalized مرة partial مرة absence مرة غيره، لا هو مصاب بسنجل تايب اوف سيجرز. هذا المريض اذا ضل سيجر فري لمده 2 لـ5 سنين وعملنا له نيورولوجيك اكزامينشن واي كيو كان نورمال، وعملنا له اي اي جي وكان نورمال، اذا اجتمعوا هذول الاربع شروط هون بنوقف الدواء الابيليبسي. اذا وقفنا الدواء عند المريض 61% تشانس انه ما ترجع له السيجرز مره ثانيه. هل بنوقف الدواء فجاه؟ لا، بنوقفه سلولي على مدة شهر لثلاث شهور. دروغ دروغ انتر اكشن، معروف انه الانتي ابيليبتيك دروغز كتير بيعملوا دروغ دروغ انتر اكشن، فمثلا الانتاسيدز بيخربوا الابسوربشن للفينيتوين والكاربامازيبين. مثلا الفينيتوين والكاربامازيبين والفينوبربيتال يعتبروا انديوسرز للإنزيم اللي اسمه سايب 450، فإذا هذا الإنزيم كان مسؤول عن الكليرانس لأذر دراجز وجبنا له إشي يعمل له انديوس، رح تسرع هاي الكليرانس للأذر دراجز، وبالتالي رح نحتاج دوز أعلى من هذول الدراجز، تمام. بالمقابل الفالبرويت هو إنزيم إنهيبيتر،
لنفس الإنزيم اللي هو سايب 450 هو إنهبيتر، بمنع شغله، يعني بمنع يعمل كليرنس لباقي الأدوية. وبالتالي هاي الأدوية اللي بطل إلها كليرنس أو قل الكليرنس تبعها رح نحتاج منها دوز أقل. ليش؟ لأنها صارت تضل بالجسم لمدة أطول، فصرنا نحتاج منها دوز أقل. تمام، الفينيتوين والفالوبرويت التنين هايلي بروتين باوند، يعني لما يفوتوا على الجسم لازم يرتبطوا بالبروتين. إذا أخذناهم مع بعض رح يصيروا يتنافسوا على الارتباط بالبروتين، بالتالي واحد منهم رح يرتبط بالبروتين أكثر من الثاني، بالتالي الثاني رح يضل فري بالجسم أكثر، وبالتالي رح تزيد السايد افكت تبعته. عشان هيك لما بدنا نعطي دوايين هايلي بروتين باوند لازم نعطيهم بسمولر دوزز وبفريكونتلي أعلى. هذا التابل مش مطلوب منكم. تمام، عندنا السبيشال بوبيوليشن، عندنا التشيلدرن. التشيلدرن مشكلتهم انهم بديفلوبمنت ستيج وانه الميتابوليك ريت عندهم عالي. لانهم بديفلوبمنت ستيج فبدنا نحاول نعالج السيجر باسرع ما يمكن عشان ما ياثر على النمو او على الديفلوبمنت. ثاني اشي الميتابوليك ريت عندهم عالي، يعني رح تلاحظوا انهم الدوز بير كيلو جرام عندهم اعلى. يعني مثلا اذا دواء للادلت عم باخده 10 ملي جرام، اذا دواء للادلت عم باخده 10 ملي جرام لكل كيلو جرام، راح تلاقي بالتشيلدرن باخده 20 ملي جرام لكل كيلو جرام، يعني الدوز بير كيلو جرام بتكون اعلى. الومن منخاف عليهم بثلاث حالات، إذا كانت بريجننت، إذا كانت بتفكر تحمل، أو إذا كانت بعمر ممكن إنها تحمل فيه. ليش؟ لأنه بعض الأدوية زي الفالوبرويت بعمل نيورال تيوب ديفكت وبعمل امبيرد كوجنيتيف ديفلوبمنت عند البيبي. عشان هيك مبدئيا الفالوبرويت should be avoided بكل فيميل بعمر ممكن انها تحمل فيه. فباختصار الفالوبرويت ما نعطيهم للفيميلز. تمام، الفالوبرويت موجود بالصيدليات عندنا اسمه ديباكين، اوكي، فالفالوبرويت ما نعطيه للفيميلز ببساطة هيك. برضه كل الفيميلز اللي بعمر ممكن انهم يحملوا فيه اذا باخذوا اي انتي ابريبتيك دراج بغض النظر شو هو لازم ياخذوا فوليك اسيد. الفوليك أسيد بدوز 1 ل 4 ملي جرام. تمام، بالبريجنانسي السيروم كونسنتريشن للأدوية لدواء الأنتي إبليبتيك بقل، فبالتالي رح تحتاج دوز أعلى المريضة. تمام، ورح نراقب السيروم كونسنتريشن عندها. تمام، معلومة تانية، الأنتي إبليبتيك دريكس بتفاعلوا مع الهرمونال كونتراسبتيف، فممكن يقللوا فعالية الهرمونال كونتراسبتيف، وبالتالي تحتاج المريضة additional form of contraceptive، يعني زي إنها تأخذ هرمونال ونون هرمونال كونتراسبتيف. تمام، بالمقابل انتي ابيليبتيك دريج ممكن هم يقل فعاليتهم بسبب الهرمون الكونتراسبتيف، وبالتالي ممكن نعطي من الانتي ابيليبتيك دريجز بهاي الحاله ممكن نعطي منهم جرعه اكثر. مثال على انتي ابيليبتيك دريجز بتاثر بالهرمون الكونتراسبتيف وتقل فعاليته اللاميتروجين والفالبروفيت. بعض الانتي ابليبتيك دراجز بيقللوا الفيرتيليتي، وفي عندنا الفالوبرويت بيعمل بوليسيستيك اوفاريان سيندروم. هون عندنا اعاده او مراجعه لانه ايش نعمل
بالبريجنانسي. أول إشي لازم نعطيها فوليك أسيد 1 to 4 ملي جرام، وطبعاً مش بس للبريجنانت، لأي وحدة بعمر ممكن تحمل فيه، يعني باختصار كل الفيمالز. الحامل لازم نحاول نعطيها مونوثيرابي، تمام؟ ونعطيها lowest effective dose. صحيح إحنا قلنا إنه الحامل رح تحتاج دوز أعلى مقارنة بقبل الحمل، بس برضه لما تعلي الدوز حاول تختار lowest effective dose. بدنا نراقب السيروم كونسنتريشن للأدوية الأنتي إبيليبتيك بالحمل، ونتحكم بالدوز على أساس السيروم كونسنتريشن. بعض المريضات رح يحتاجوا فيتامين كي، لأنه بعض الأنتي إبيليبتيك دريكس بيقلل الفيتامين كي بالجسم. وأخيرا كل الحوامل أفويد الفالوبرويت، وقلنا بكل الفيمالز أي وحدة بعمر ممكن إنها تحمل فيه ممنوع تاخذ فالوبرويت، وبالتالي حتى بالحمل برضه ممنوع. هاي معلومة كتير مهمة وممكن تيجي بالامتحان. عندنا الإلدرلي. الإلدرلي أحسن أدوية لهم الكاربامازبين، لامونتريجين، والليفيترايستام، التوبريميت، والجابابنتين، تمام؟ لازم نستخدم لهم سمولر دوزز لأنهم أكثر عرضة للسايد إفكت، ولازم ننتبه للدرج درج انتر اكشن لانهم بيكونوا كتير بياخذوا ادويه بهذه الاعمار. وهيك احنا خلصنا، يعطيكم الف عافيه.